أكبر عذابات المؤمن يوم أن يكون في بيته امرأة ولاجة خراجة كثيرة الخروج، بس واق وقلطات، أو لسانها طويل، أو غضوبة، أو لا تشكره. 20 سنة في الخبر يوديها كل جمعة وسبت للأسواق، اليوم هذا رفض يوديها، قالت من شفت وجهك ما شفت خير. يا أخي وين راحت 20 سنة؟ هذا هو طبعهم، يكفرنا العشير. اللي ما تزوج منكم أحبابي إياك أن تبحث عن صاحبة الجمال والمال والمنصب قبل أن تكون هي صاحبة دين. ذات الدين قرة العين، وذات الجمال بلا دين تقور العين. ولذلك بعض النساء جمالها ليس لزوجها، والدليل إذا جت تطلع مسكرة وكحل وظل وروج وخدود وعطر، وعنده كمون بصل بقايا قشر الثوم، تتجمل لغيره لا تتجمل له. لذلك المؤمنة الصالحة هي التي تستقصي أعلى جمالها أمام زوجها.